أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي رفض البرلمان العربي للتدخلات الخارجية في شؤون جمهورية الصومال أو المساس بسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها. جاء ذلك خلال استقباله رئيس الصومال حسن شيخ محمود، حيث أشار العسومي إلى أن أمن واستقرار جمهورية الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. ومن جانبه أشاد الرئيس الصومالي بدور البرلمان العربي والجهود التي يقوم بها من أجل الدفاع عن القضايا العربية من خلال توظيف دور الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق مصالح الشعب العربي الكبير.